السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة كنشكر الإذاعة اللي استضافتني وطلبت لي النداء ديالي وكنشكرهم بزاف. أنا الاسم ديالي بطاح المحجوب، كارف في المشروع أناسي ما بين سيدي مومن والبرنسي. عندي جوج أطفال كبار ودابا رزقت بثلاث توأم الحمد لله، يعني اللي كنطلب هو المساعدة من المحسن والمحسنات. أنا أب ديال جوج أطفال قبل ما نكون أب ديال التوأم اللي تزادوا عندي دابا تقريبا يلا عندهم شي شهر وعشرين يوم تقريبا، وتزادوا في المستشفى الهاروشي. والأطفال ديالي التوأم يعني تزادوا في واحد الوقت ديال أوقات حرجة بالنسبة للمرأة والتعب وداك الشيء، والمرأة يعني كانت في واحد الظرفية أنها التجأت كانت غتموت ليا، والحمد لله باللي ربي مستجب لي الدعاء ديالي وأنه بقى في الحياة، لأن احنا كنا عارفين باللي كاينين جوج وليدات، ولكن بالإذن ديال الله سبحانه وتعالى تزادوا ثلاثة توأم. أنا عندي المرأة كانت مريضة، كان عندها ليباتيت بي يعني، وعندها الهرمونات ديالها ما مقادينش، يعني ما كتعرفش الوقت اللي جاها سميت لايقل ديالها، ما كتعرفش الوقت ديالها. كان الطب حيدو لها أنها تستعمل أي فانيد ولا شي حاجة ولا كده ولا شي حاجة اللي كتأثر لي على الصحة ديالها. المهم الحمد لله يعني حملات وداك الشيء هي ما كانتش عارفه، وجات عندي قالت لي راني اللي كان وكتبكي. قلت لها علاش كتبكي؟ قالت لي ودي الوضع ديالنا ما يتطلبش انني نكون حامله باش ان نولد عاوتاني، وعندنا جوج يلا نتكافاو معاهم وداك الشيء. قلت لها شوف داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، ربي هو اللي كيرزق، ربي هو اللي كيعطي اي حاجه، وربي اللي كيزرع في الكرج ديال المراه، احنا ما عارفينش شنو غيوقع من هنا لقدام. وسبحان الله العظيم مع داك البكاء ديالها، وقلت لها شوفي الحمد لله وشكري ما تعرفيش يقدر يكون عندك كاع التوأم. يا ديك ومشات دوزات وداك الشيء، قالوا لها ودي راه عندك يعني راكي حامله، ولكن راه عندك واحد الكيس ما عرفناش شنو هو، واش التوأم ولا لا. من عيطات عليا، انا كنت خدام عند واحد السيد يعني كان بروكولي كما هكذا، قالت لي راني حامله، وقالت لي راه بحال والو عندك التوام. قلت له راه ان شاء الله يكون عندك كاع ثلاثه. قالت لي اش بغيتي عندي؟ وحنا يعني حنا كنفكروا بزاف وكذا. قلت لي ربي اللي الى رزقهم الله سبحانه وتعالى راه ربي اللي غيرزقهم. صافي تقبلت الموضوع وبقات كدوز لحقاش عندها ليباتيت بي وكذا، والحمد لله الشفاء ديالها في هذيك المرض اللي عندها جا عن طريق الحمل. شو سبحان الله العظيم، وهي 6 سنين وهي كتعاني. ملي ولدات انا مشيت ندير التحاليل ديالها، حيت كيصيفطوك في الهروشي باش تمشي دير تحاليل داكشي. انا مشيت ندير التحاليل، والتحاليل كيصيفطو مع بر بارفاكس باش كيعرفوهم. عيطوا ليا، عيط ليا خويا قال لي راه بلي مرتك راه ولات ثلاثه. قلت له واش هي صحتها بخير؟ قال لي الحمد لله. ورغم ذلك كنخرجوا علينا باش نديروا لهم واحد الفاكسان خصنا ندكو كيدير 22 فريه، كنا معولين على جوج تولينا على ثلاثه. وبقيت كنقلب يعني الدار بيضاء كامل هذاك النهار، جوج في شهر واحد 2021 قلبت كاع الفرماسيانات وكل شيء ساد، وكان لي بارمانوس مع جات في السبت. والحمد لله وقف معايا واحد الدكتور سميتو البناني، وهو عنده فرماسيين في المدينه القديمه، هو اللي وقف معايا. عيط عليا قال لي تجي عندي انا غادي ندبر لك على فاكسان، وجاب لي الفاكسان وحضر لي مسكين هذاك الفاكسان ودكيتو ليهم على قبل اللي حقاش عندها ليباتيت بي باش ما يتصابوش الدراري، حيت ليباتيت كي عنده العلاقه مع بوصفير باش الدراري يكونوا مزيانين. والحمد لله دكوا داك الشيء، ولكن الدراري بركوا تقريبا واحد 12 يوم في القرعه. والحمد لله ملي شدوا لي الدراري ما قالوش لي نديهم لشي كلينيك ولا شي حاجه والحاله ضعيفه وداك الشيء، الدري 5 ايام، البنيتات 12 يوم. وفاش المرأة كانت 5 ايام هي والدري خرج 4 ايام تقريبا، شدته خدها الحمد لله اعتنات بيه وداك الشيء تخرجت مو من سميتو. وكنت يعني ندوز واحد الطرف الظرفيه ديال التعب وداك الشيء، وكنمشي من اناسي حتى الهاروشي باش كندير لهم الحليب ديال التيدي ديال المرأة باش انهم يشربوا، حيت قال لك ضروري مره جبنا شويه باش يحسوا براسهم بلي كيشربوا الحليب ديال الام ديالهم. دوزوا داك 12 يوم ولو تعب، ولكن الحمد لله حسيت بها باللي هي مغفره الذنوب. ولكن كاين واحد المساله هو الدوام ديالهم، كيبغوا الحليب، كيبغوا الهواء النقي بحال السكن. دابا انا ساكن في واحد المنطقه فوق السطح بحال قلتي، هذوك ديال المستفيدين ديال الكريان ديال السكويله، وهو دايرين يعني واحد
في الصباح واحد البيت وجوج بيوت بحال هكاك كاري عنده ب 24000 ريال، حيت هو يعني ملي كتكري بحال هذه المنطقه كيكون شويه ناقص في الثمن، داكشي علاش كريت في داك السطح. ولكن دابا ما كيطلبش لي انا ندي ولادي لذاك السطح، وكاينه الغموليه والريحه ما يمكنش ليا، حقاش الدراري يعني دازوا في واحد في القرعه وديك 12 يوم وباقين صغار، باقي ما كملوش 3 كيلو يعني، مازال يلا الحمد لله الدري اللي كمل 3 كيلو، البنيتات باقي ما كملوش 3 كيلو، فيهم 2 كيلو و100 غرام 200 غرام بحال هكذاك، يعني كنتسناو باش يكملوا 3 كيلو باش الله يجلبوا. كانت كتولد يعني ولاده طبيعيه، الولد الاول اللي عنده دابا 14 عام طبيعيه والثاني طبيعي، ولكن دابا التوام مع ثلاثه اصلا كانت مشاو يسخفانه تقريبا، راه كانت نزفات بزاف، وداك يعني ما يمكنش لهم يولدوها ولاده طبيعيه يعني. هما مازال الحمد لله وقفوا معنا حتى سرباوها باش تحيدت من فديك الوقيته اللي كانت حرجه ليها هي يعني، بصفه راه عتقوها بعد الحمد لله. هو باش يعطوني الورقه ديال الخروج باقي ما خديتهاش، حقاش باقي ما خلصتش لهم واحد 10000 درهم كيتسالوا عليا، خصني تنخلص ديك 10000 درهم اللي عندي في لاكيس باش يعطوني ورقه الخروج باش نولي ناخذ الرانديفو ديال الدراري. من شارجوش حنا الخدمه والو يعني، خدام في هادشي ديال الخياطه تكستيل ما كاينش، ما مستمرش حقاش يعني، كنخدموا الا كاع خدمنا من ورا كوفيد من شهر 7 كنخدموا 5 ايام في الشهر 10 ايام، ولا ما نخدموش سير تنعيطوا عليكم يعني، كنعانوا من المساله هذه. اول الحمد لله واحد المساله اللي زوينه كيخلصوا لنا داك الواجبات ديال الضمان الاجتماعي صافي، انما باش انك القوت اليومي ديالك انا كنضطر نمشي ندير شي خدمه اخرى باش نجيب باش نخلص الكره، حيت ملي كتخلص الكره كتفرح باش انك كتهنى مول الكره، حيت مول الكره هو المهم. عاده كتشوف يعني كيفاش توكل ولادك وشنو توكل ليهم شنو تجيب ليهم واش تجيب ليهم شي حاجه يعني غاليه ولا رخيصه. اللي كنطلب من المحسنين يوقفوا معايا في هذه المساله، توام كيبغوا السكن بعدا يعني السكن يكون مهوي وكيبغوا العنايه والرعايه، كنطلب يعني المساعده. التوام كيحتاجوا تقريبا دابا حنا كيشربوا الحليب من 24 ساعه 168 درهم ديال الحليب، وبالنسبه للكوش يعني كيدوا تقريبا يدوا باكيه في سيمانه حقاش ثلاثه يعني، شوف الباكيه شحال فيها، كاين الباكيه اللي فيها 70 كاين الباكيه اللي فيها 50 على حسب، حيت بعض الخطرات يمكن يبدلوا ثلاثه المرات في النهار الواحد يعني، راه 9 المرات هذيك يعني راه ثلاثه توأم راه كيبغوا رعايه وكيبغوا العنايه تا هما، وخصوصا عاوتاني كيطلب عاوتاني ملي كتحس به الحراره طلعات وبغيت تدوز ليه تبغيت فهمتيني يعني، راه كاينه مصاريف بالنسبه للتوأم. انا اللي كنطلب المحسنين عامه والمحسنات عامه في جميع انحاء المغرب، واللي اللي عنده يعني اللي كيهمو الامر شي حاجه انه يساعدني في المساله، لحقاش محتاج كثير ماشي قليل زعما ولا شي حاجه يعني. انا جيت للمنبر ديال الاذاعه ديالكم وكنشكرها اللي طلبت ليا النداء ديالها والطلب ديالي، يعني كنطلب من المحسنين والمحسنات من جلاله الملك نصره الله انه يساعدوني. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.